اهلا وسهلا، زي صح محمد، يعني خليني ابدا معاك اللقاء بشكل غير تقليدي. اتظلمت؟ لا، ما فيش ظلم ولا حاجه، ده كله اكبر ربنا والبطل بس مش هو اللي بيكسب وبيعدي، لا البطل برضه في اللحظات الفشل او الاخفاق او المطبات اللي بتحصل اللي لازم أن يصمد ولازم أن يصبر ولازم أن يعدي. اتوقفنا عشان المنشطات، الشارع المصري لما بتيجي تسأل اي حد بيظن حاجتين، الخطأ ده لاعب ولا اتحاد ولا مدرب؟ انت شايف مين اللي اخطأ في هذه المشكلة؟ والله هو زي ما قلت، هو اتحاد كلنا في النجاح بنظهر، يبقى كلنا في الاخفاق، يبقى لازم برضه نتحاسب، لاعب او مدرب او مجلس اداره او اتحاد او اي حد، مفيش حد فوق المحاسبه، واكيد مفيش مصيبه بتحصل غير لما وراء اخطاء عشان نتعلم بعد كده، عشان نعدي العقبه اللي احنا فيها، وبعدين يعني خلاص، يعني هي مش نهايه الكون، يعني انت عندك كام اتحاد هيلعب الاولمبياد؟ كتير. طب يعني كلهم هيجيبوا ميداليات؟ اعتبرنا رحنا وما جبناش ميداليات، المهم بعد كده بقى، بعد كده، ولو لعل ان مصيبه زي كده تفوقنا عشان نتدارك الموضوع بعد كده، وتبقى خلاص احنا خدنا عقوبه سنتين احسن من دول تانية خدت 4 واتحرمت من كل الالعاب، يعني احنا اقل ضررا كرياضه مصريه، ويمكن اللعبه اللي كانت عليها الامال انها في ميداليات، وكان عليا امل كبير جدا ان انا احقق ميداليه بالارقام طبعا، ولكن خلاص يعني قدر الله ما شاء، مش هنبص لورا، هنبص اللي احنا فين دلوقتي عشان نقدر نعالج. اول ما ظهر العينات الجديده بتاعت الدوري الافريقي بتاع المغرب، طبعا احنا عارفين القانون ان اي 3 عينات اصلا في فتره التاهيل الدوله بتتحرم من الدوره الاولمبيه، فبالتالي خلاص انا كان هدفي ان انا جبت برونز في الاولمبيات، وبعدها 2017 اخدت هو العالم واتصدرت التصنيف العالمي، بعدها 2018 حطمت الرقم العالمي لحد الان باسمي، 2019 اتحرمت من بطوله العالم قبلها بيومين ثلاثه. ليه؟ عشان بقى الخلفيه القديمه اللي هي بتاع 2016، وبيني وبينك يعني لو احنا ما كناش لينا لازمه ما كانش حد اتلكك لنا، يعني يعني انت هتروح من الاولمبياد معروف ايهاب وصرف ميداليتين مضمونين يعني. فخلاص انت مشكله قديمه وهتتحل ان شاء الله عشان موقفنا فيها قوي، ما اتحلتش. ومشكله جديده جات كمان، فخلاص انت موقف اتأزم عليك، فهي طبعا هيبقى فيه عقوبات ومنها حرمان من الدوره الاولمبيه، فخلاص يعني انا كفايه شرف ليا ان انا كنت بحلم ان انا احقق حاجه جديده لبلدي، شرف ليا ان انا كنت عندي هدف وبسعى ليه وبقاتل من عشانه وبقاتل عشانه. الحمد لله من 5 سنين فاتوا من 2014 لحد دلوقتي، كل البطولات كل السفرات اللي بسافرها برجع بميداليه، وده كفايه ان انا اديت مسؤوليتي واجبي كلاعب، وان شاء الله الفتره الجايه يكون ليا دور كمدرب في منتخب مصر ان انا اكمل المسيره مع ابطال تانيين، وحلمي هيبقى هو حلمهم، ولو انا ما عرفتش احققه او